مهين جدا. وبعدين مش احنا مقاطع بس، كهربا كمان. العالم كله فوق سطح صفيحي ساخن بجد، يعني العالم كله بيتقلب في ذروة الحرارة. الحرارة مش مشكلة عندنا بس، المشكلة عندنا إن درجة الرطوبة زي ما الدكتورة منار غانم بتقول 80، وفي السواحل هي دي اللي مخليه، 90 ما هي دي اللي مخليكي تحسي بالحر، لانك بالحر ما مش الشديد. عارفه تتنفسي. أيوة يعني درجة الحرارة المحسوسة 80 والرطوبة 40 والرطوبة 80 كتير، والساحل 90. ما رحتش الساحل لسه، انا لا مصر انا يعني رحت، بس انا مش عارفه، ماليش لا بحر ولا ما شمس تركيش اي حاجه ولا اي حاجه تتنفسي. خالص. بقعد كتابك لا تليفونك انا قلت مش هسافر واكل دلوقتي، الساحل يبقى زحمه. والغردقه كان فولي بوكت، فولي بوكت. الجونه كان فيها ناس كتير جدا، الجونه والغردقه نفسها كمان، لانها انا كنت جوه ارخص. سوما باي. سوما باي و الساحل صعب جدا، لان هم بيأجروا للناس بخمس اضعاف السعر، فليكي ان انت تتخيلي ان انت بتاخدي السلعه بخمس اضعافها، يعني اي خدمه بقى لا او اي سلعه، واحده فده صاحبتي كتير جدا قابلتني امبارح، جدا. واحده صاحبتي قابلتني امبارح قالت لي مفيدة انا عايزه اقول لك على حاجه. قلت لها قولي. قالت لي شفتي طبق الترمس الصغير اللي قد كده بكام على البلاج في الساحل؟ فقلت لها ايه، 50 جنيه؟ قالت لي يا ريت. قلت لها انت ما تسمعك تعرفيش، اعلى حاجه ده 50 ترمس مش اي حاجه. قالت لك 100 جنيه حبه صغيره، 100 جنيه وساندوتش الصغير كده ب 800 جنيه. ليه لا ده ليه في يعني؟ هبل، في ناس حكولي طبعا، انا والنسخة فيها ابعد هبل. ما اكون عن، يعني انا ما اعرفش طريق البحر فين، بس الحكايات بقى اللي انا بسمعها من صحباتي اللي هم بيحبوا البحر وبيطلعوا وبتاع، حكايات انا اللي هو بقعد استغرب اقول الحمد لله الحمد لله ان ربنا يعني ايه اداني نعمة ان انا لا هي فكرة ان احنا احب نبقى البحر من عايشين، بعيد لبعيد. فكرة ان كل الناس تقدر ان هي ترفع الاسعار بالطريقة اللي هي عايزاها ما بدون انا بقول لك، ما انا سألت بقى اي لما مراقبة، لقيت دي القصة مش كده، فاهماها انا. فعرفت ان هم مأجرين بخمس اضعاف كل، يعني انت اي حاجة انت واخداها في الساحل هي خمس اضعاف سعرها ليه الحقيقي. ليه؟ وبعدين انا عندي مشكلة كبيرة جدا، لمن يهمه الامر في الساحل. انا كمواطن مصري من حقي ان يبقى ليا بيتش او شاطئ محترم نظيف اعرف اخشه، لكن انا مش مطلوب مني ان انا لو مش ساكنه في مراسي او مش ساكنه في أي كومباوند يعني، أو في أي في اموال في امواج في 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 مارينا نفسها، لو انا مش انا ساكنه الناحيه التانيه يا عم. ايوه اعمل اقعد اشحت الناس، اشحت منهم باصات عشان اخش البحر اللي هو تقريبا من حقي، حق كل مواطن ان هو يستمتع ببحره. يعني يعني دي فكره ان انت النهارده فكرة كل غير إنسانية غير فعلا. انسانيه غير بشريه، يعني ما ينفعش. من حقي ان يبقى ليا مكان انزل فيه البحر، ما ينفعش ان انا طول الوقت اقعد اعمل شحاته. وده على المستوى كله، كل الناس لا الشحاته ده اليوميه بتاعت ابعت لي باس. ده اللي بيسموه الساحر الشرير. لازم يبقى فيه شط مفتوح زي اسكندرية وزي أي من مكان. اول الطريق كله يا ماما، ما انت عندك قرى، انت كل ما واحد عندكيش شط. يعني الطيب والشرير، ما فيش عندك مساحه حلوه لشاطئ ما عام. فيش شاطئ عام، ما فيش شاطئ عام، ودي مشكلة مشكله كبيره جدا. كبيرة. انت ده لازم لو حتى عايزين تروجوا لهذه المنطقه اللي بقت رائعه جدا، لازم احترام المواطن المصري اللي معاه فلوس برضو، بس مش شرط انه يبقى ساكن في كل الاماكن دي. عايزين اماكن ننزل فيها الميه، من حقنا من حقنا. وحط عليها امن، وحط عليها فيز نخشه بالمعقول، يعني ادونا حقنا. بتهيألي مش متأكدة قوي إن في شاطئ في العالمين مفتوح، لسه يعني ما مش لو في متأكدة. مش متروج عنه برضه، ودي اخفاق. يعني انا النهارده يبقى عندي شاطئ حلو قوي في العالمين وانا ما اعرفش عنه حاجه، طب ليه ما تقول لنا؟ ما تقولولنا. على كل حال يعني خسارة خسارة. مش أجازة سعيدة. هم بيأكدوا لنا إن في شاطئ مجاني في بيأكدونا. العالمين. طب قولولنا المكان عشان نقوله للناس، لأن من حقهم، لأن دي شكوى عامة على الكل، كل الناس. يا جماعة احنا نفسنا ننزل زي زمان وزي ما كنا بنروح نصيف. ادونا قولولنا والله دخول انترنس مثلا للأسر 200 جنيه للفرد، 100 جنيه، اعمل حاجة.
ساعدنا بس. المهم نرجع تاني لموجه الحر. الحر عندنا مشكله كبيره جدا. في ناس بتهمل القعاد في الشمس، يعني في ناس بتفضل ان هي فاكره ان هي في الشمس فتاخد تان اقوى من انها ممكن يحصل لها حاجه، يحصل لها مشكله في بشرتها زي ما حصل مع روجينا. سلامتك يا روجينا، الف سلامه. وروجينا تخلينا ننتبه لفكره الناس اللي بتحب البحر، البحر يتراح قبل 10 في الوقت ده علشان الشمس. ألف سلامة يا روجينا حبيبتي. بعد 5 أو بعد 6 عشان برضو درجة حرارة الشمس. غير كده البشرة، في ناس بشرتهم، الناس كتير بشرتهم حساسة، فهيحصل لهم أي مشكلة. وبعدين يا جماعة في حاجات لازم نبقى احنا خلاص حافظينها. فكرة انك تقعد في الشمس، اقعد بس على وشك لازم سان بلوك، ما ينفع هو لوحده هيسمر. وكل ساعة بالسان بلوك لازم تاخده معاك، وكل ساعة يعني تتجدد. الموضوع ما بقاش موضوع قابل للنقاش. السان بلوك ده من الاساسيات، لازم تبقى موجودة على الوش. بلس بقى ان الحروق اللي زي كده، وانتوا قول ريجينا ما خدتش بالها، لكن ناس كتير بيبقوا متعمدين يقعدوا كده في الصيف ويتحرقوا ويقولوا اصل انا هحمر وبعدين هسمر وبعدين هتروح. خلي بالكم البشره بتتضر، بتعجز 100 مره، بتنشف، غير السكين كانسر.